امس حنيت اشوفك تدري لو لا، وامس حسيت قلبي يصيح لك اه، وامس طيفك اجانا وعينه خذها وياه، وصرت اذكر هواك وحالي صرت انسى، مثل طبت على قلبك فوت طبن، ومثل طبت الطوبه بقاع طبن عساني بالعمان، وطوب طبن لان خليتك تضيع من الدي. اليوم حلقتنا ويا اسمر اوراقي ومرتب وفنان جذب الانتباه من اول اغنيه نزلها، بصراحه هو صاحب ارث بالموضوع، اكو ناس قبله كانوا مرتبين الاشياء، يعني شلون مرتبين الاشياء؟ يعني ناس قبل انطوا هذا الحافز انه يطلع ويقدم هذا الفن اللي قدمه للناس. تابعونا وتابعوا تكملة حديثنا وكلامنا عن هذا النجم بعد الفاصل. طبق النوم وجاب بيتك طيو وغنى عليما، كل هاي السوالف سواها واحد، منو هذا الواحد؟ نجمنا وضيفنا اليوم الفنان يوسف سماره. حبيبي نورتنا حبيبي. خذ روحك يا عمري. انت دائما تقول لي خالو. خالي. وانا اتشرف انت تكون الاخت يا حبيبي. يا عمري. طابخين النومي. كانت هي اول بدايه بالغنى. هي اول انطلاقه صح. اكو خلفيات ثانيه يدرون بها الناس لما يدرون؟ يدرون. نسولف عنها؟ يدرون. شو نقول مثلا؟ اذا بدنا نقول مثلا قبل بيتك طيب شنو كان يوسف سماره شو يسوي؟ كنت منشد. منشد. زين. ليش تركت الانشاد واجيت للغنى؟ اكو شخص يترك مجبر. ليش؟ او هسه بالجديد فيك يطلع يقول لك الماده على مود الماده، لكن انا الحمد لله والشكر على قولت لي يقول بعدني محافظ الى اليوم. أي. يعني بزياراتي وكذا الحمد لله. الحمد لله الله يتقبل. لكن منك. بيتك طيب. إيه؟ كانت غنية خاصة. المن هاي؟ المن بيت عمتي. بيت عمك وما بيتك طيب؟ ايه. زين بالبصرة. زين النوم شنو الموضوع؟ خابرني سويف على مود يعني هذا النوم حامض؟ ايه. هذا نوم الشاي؟ نوم بصرة. نوم الشاي؟ ايه. ايه نوم بصرة. تخدر شلون الشاي؟ ايه. زين؟ ايه. خابرني تحسين ها اخوي، قال اخوي خطبتي. آه. ايه. ويدك تسوي لي قول له. خوش. كنت انا عندي استوديو بسيط للرواديد. زين المنشدين اسوي لهم الحان وكذا، فعندي قايد قبل يوم يسوونه البيت شندي. تحياتنا البيت شندي. تحياتنا اكيد لكل الاسماء اللي ذكرها. زين فيروح لك. فمقيدين انا وعلي حلي، قلت انا بعد ايش راح اسس من جديد وكلام وكذا علي من تفاصيل. إيه؟ بعد اسوي سالفه كبيره. زين هم مباشر لازم نطلع للبصرة. ايه. خطوبة نفس الكلام، بس خليت بي اسمه برحيم وكذا وهيك، وعمتي فوزية سمينة، هاي الترتيبات. زين هذا بيتك طيو. ايه. طابخين النومي. ايه. انا يعني اريد اعرف تشرح لي ليش طابخين النومي؟ بعد هو النومي. انت عارف؟ اعرف انا اعرف النومي شنو. ايه. بس اقصد ليش طابخين النومي؟ ليش مو طابخين الذبايح؟ فارشين السفر. ايه هم هالكرم بعد. هم هالكرم. زين. النوم يعني لكن ايه. شلون على قولتي يقول مفرده. ايه. وصارت اكشن هاي مثل ما نقول ركبتها شيشه لا تطيح وتنكسر. هاي الحلوه. زين. ايه. ركبتها يبين معدها الماي. ايه. ايه فهي صارت بعد قوله على قولتي يقول. هذا الكلام اللي غنيته مال بيتك طيب انت كتبته له وياك؟ لا 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 لا. شاعر منو؟ شاعر حسون حبيبي. حسين. 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 حسين شنو؟ نسيته مو؟ لا شلون انساه؟ شو بيك صفونتي؟ حسين طلاب تريد. حسين عطوان تحياتي للشاعر. اكيد حسين عطوان تحياتنا لك، وانت شاعر حبيبي كتبت اغنيه ظلت تسولف. لا وكتب هواي ما شاء الله، عنده اعمال جدا جميله. يعني هو مبدع باعتقادك؟ احنا محتاجين لأي واحد شاب يكتب اغنية بشكل صح. الساحة العراقية بعد هي
يعني تنولد بيها اسماء وتختفي أكيد وتنولد أكيد وتختفي يراد لنا اسماء تبقى موجوده ومستمره. انت بيتك طيو غنيتها وسببت لك هاي شراره النجاح، يمكن وراها صارت على اليمن لو قبلها لو شنو ما ادري تفاصيل على اليمن. لا مو احنا نرجع الموضوع، انت قلت لي شلون انتقلت من رادود الى مطعم. اي بالضبط كمل سالفتك. قلت لك كتبها حسين البيرشندي ورتبت الموضوع عني، نزلت صوتي ايه ودزيتها خاصه شغلناها بس بالدي جي. ايه زين احنا هيك اعتياديه اسلاميه طبعا. بس كان بوقتها المعزوفه ما حد سامعها شيء قليل زين. بس بالمناسبات القاعات شلون صارت؟ ابو الدي جي باقها ورسلوها الجهازه باقها من باقها نشرها. احنا بعدنا رجعنا ثاني يوم بالطريق اربع او سبع قنوات ناشرينها. عشان يوسف عبد ربه بيتقطعوا ورا اربع ايام الاغنيه وصلت 15 مليون. وبوقتها كانوا المنشدين المعدل ابن المعدل ما يطلع 500 ماكو، يعني شيء بسيط جدا. هيش تعتبر هي صفقه، هيش صفقه هيش طشت. فما قدرت شنو ثاني موظف بالجنسيه ما قدرت اداوم. زين الحمد لله والشكر يعني اهلي وابوي واخوتي ان شعبيتنا بالمدينه. انا اعرف ابوك واكيد تحياتنا الوالد يوسف. يعني اخونا وحبيبنا وابن منطقتنا. يلا والى الى الى وضعه بصراحه. كمل سالتك. زين فطشت راسا رحت قدمت اجازه من العامه، قلت لهم انا بعد ما اقدر اداوم وين ما اروح قضوني بيتك طير بيتك طير ما ادري وين يعني. اتوقع مره من المرات رحت الكربلاء دخلت الامام العباس جاي يزور لزمتني حجيه، يوم عليك العباس غني لي بيتك طير حجيه بزور يعني شلون اغني لك؟ انا ادري مشكله بلوه تريد تريد بيتك طير. لكن سويت بعد كنت اطلع عني يعني حنات اسلاميه كذا، قمت بعد ما اقدر اطلع. ايه بقيت قاعد بالبيت تقريبا ست اشهر. اجت اتصالات من الخارج ما ادري شلون كلها تجيك على مود بيتك طيب. اي بس تعال انزل قاعه هذا ما اتوقع انا ما اعرف القاعه شو اقول. انت تعتبرها يعني نعمه اجت اكيد لو نقمه اكيد لا نعمه لا نعمه اي الحمد لله. شكرا حكينا عن عن بيتك طيب. انت بعد ما كنت بالانشاد واجيت للغنى نعم ما حسيت روحك غريب؟ اكيد غريب. اول موضوع اول لا جوك ولا بيتك اول موضوع مو قصه غناء. اول موضوع الغربه اللي عشتها ايه اني 8 اشهر ما شايف لا ام ولا ابوي. ليش؟ بعد عفتهم وش ردت؟ هو ابوك ما يقبل يصدق في الطريق الصح ورحت. يعني 6 اشهر خابر بس مو اخوي. زين هسه يعني من اذا ردناك تغني هديه الامك وابوك شو تغني لهم؟ ام وابوي. انا اعتقد ان تغني لهم شيء له علاقه بغربتك. شو تغني؟ انا غنيت اغني لهم غريبانه. غريبانه ايه نسمع غريبانه من يوسف سماره. Thank you.
امسى امسى المسى وحني وإيدي على خدي يا ابو الله يبعدنا عن الغربة. اي والله ولو احنا عشناها كلها احنا تدري الحمد لله. زين اكو شيء مهم انا نسيت اسالك عليه. اخوتك اكو من يسندك بهاي بهاي المشوار مشوارك بالغنى يعني؟ هم الاخوه على قولت اللي يقول عزام ظهر عزام ظهر. زين لكن يعني قلت لك انا من عرفتهم 8 اشهر العلاقه اتوقع اني دخلت للبيت الحجيه قالت لهم ما سلم عليه اذا ما يرجع. ما شلون؟ فتت بجو العالم كله عرف يوسف صار مطرب انتهت. قالت لهم ما سلم عليه. انا قلت الوالد سويت له حيله شرعيه قلت يا عم راح اروح انا. يلا جاوبتني بالتليفون. زين ورجعت سلمت عليها. فاخوتي الحمد لله والشكر يعني انا يعني حاليا ساكن انا وزكي. ولا زكي ابو حمودي تحياتي والله نعم منه. زين يعني هو اخوتي الكبار اساتذتي نعم منه وموسى اخوي بعد هو الصغير على قولت اللي يقول اي ونعم منه كلهم يروح له. ورا ما صرت مشهور ايش حسيت؟ حسيت انه 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 انت حبيت النجوميه ضايقت منها؟ لا انا النجوميه حلوه يعني ماكو واحد ما يحب النجوميه. زين زين بالاخص هسه هاي الفتره احنا ديش الفتره يعني قبل 8 سنوات صعبه صعبه جدا ان يجي واحد على قولته يقول حصل النجوميه بسرعه. لا لا صعبه هسه هالفتره لا يعني تليفون وصور وبوست. ايه زين بس انا من نوعي يعني جدا هادئ وما احب اطلع هواي يعني اكثر روحاتي على قولته يقول لو مثلا اقارب بصره كربلاء غيرها ما عندي. زين بس أهلك موضوع أهلي وياي لكن أهلك أهلك رضوا عليك؟ أهلي رضوا علي لأن خليتهم أمام على الواقع. إيه رضوا بس أنا بالنسبة لي مش الموضوع يعني مش الموضوع ايه. لكن أني من 2015 لليوم ما داخل أي مول ببغداد أبد هذا المحروم منه يعني والعادي يعني سهل المول ها سهل المول أنا عمار تأخذنا بالعيد. زين ليش ما تدخل المول؟ يعني انا عندي خجل خجل اي استحي اي خاف واحد يجي يحكي وياك اي يعني مو صور وكذا وهيك اها اي زين الشغل اللي قاعد تشتغله انت كنت سابقا منشد نعم المنشد يا بمجالس تخص الانشاد الافراح او الاحزان يا افراح يا احزان يا قضايا لها علاقه بالانشاد اللي بعيد كل البعد تماما عن الغنى تماما بعيد بعيد تماما من صرت مطرب وصرت تغني بالليل تعتقد انه هو من المناسب انه الواحد يمشي هذا يعني البون الشاسع او الفرق الشاسع ما بين المسجد والحانه؟ ترى فرق اكيد فرق كلش كبير. أكيد أكيد. انا من اجي اطلع من مكان اصلي به المكان الناس يشربون به عذرا للمشاهد اكيد راح يكون فرق جدا شاسع جدا جدا. قدرت يعني تمشي الامور؟ قدرت انه تعيش الحاله؟ قدرت انه مثلا تماشي الصاحي والمصاحي المرتاح لازم ماشيتهم؟ اول معاناه عانيت منها اني معاناه العقال. يمكن تتذكر كنت البس اول بداياتي البس كلها قال ما الف غتره. فتعرف اذا هو مخمور ما تقدر تحكي وياه
مثلا يجي خلي ايده وراك هيك محبه بك، يريد لك صوره او يريد مثلا يسوي تحيه كذا. مرتين صارت نزل عقال بعد ما لبست. ما لبست لا. زين انا اشوف لبسك كانما اماراتي. انت تحب حسين الجسمي؟ تحيه تحبه مو استاذ حسين. زين اخوي خلينا نقوم انت تغني وانا اقرا لك شعر، ايش رايك؟ اجي الليل. اجي الليل الشيء خلص الليل. يلا ما يخلص الليل. نسينا الراحة من يوم من يوم الفقدنا، نسينا الراحة من يوم من يوم الفقدناك، ونسينا راحنا بس ما نسيناك. أبويا رحيم خير كل راح وياه، عرفنا يا عرفنا بطيبتك لما خسرناك. وينك ويا وينك لفان الضيم ما بينا نحمل. وينك لفان الضيم ما بينا نحمل، غربة وغياب وشوك والفرقة تقتل. يما يا يما هذا حضان ما مطرت يما. اجى الليل الشي خلص الليل، راح اسهر ودمعي يسيل وجار من الونين يشيل. يا ليل شبية ما نامك، يا ليل شبية ما نامك، وصف دموع قدامك علي علي شاد حزامك. نجمة السولف النجمة على قلبي، أو كثر همش وقت تقضيني الظلمة، أو علي هموم ملتم. اجى الليل الشي خلص الليل، راح اسهر ودمعي يسيل. اجى الليل الشي خلص الليل، راح اسهر ودمعي يسيل. جار من الونين
اشيف من القهر واطفى اضاوع روح اشوفاني هموم ساكنه بغرفه. عمي حبيبي شنو يا جليل بعد ابداعك بصمتك والله عمي ذوقك ذوقك بصمتك صوتك بصمتك الحلو بيها في ذوق احلى يعني البصره دائما ما الناس تقول او يقولون يعني دائما يتداولون موضوع انه انت من البصره من محافظه البصره اي انا انت من البصره دائما اني لي الشرف تكون من البصره اكون يعني طبعا انا تحياتي للوالد كل احنا الشرف نكون من امي البصره انا اسميها ام الثانيه اي الصراحه اني على قولت يقول زلمه محمداوي اخو باشا من اهل العماره والله والنعم زين منكم من اخوت باشا شدوا الحاجه سيدنا الغالي ولادة بغداد لكن بشرت السمراء اول لقاء لي كان تلفزيوني يعني هواي بكت تحياتي لكل القنوات دزوا علي ما رحت اول لقاء لي كان بدبي بدبي اي على قناه اعتقد لو سما دبي لو دبي لا لا ام بي سي اكشن ام بي سي اكشن اي برنامج اسمه عيش الدور فتفاجأت بالمقدمة وبالبرومة مسوينها أتى من البصرة وكذا وطلعين تمثال السياب وكذا هيك أمور زين فقلت له اللي الشرف أنا أكون من البصرة بس أنا يعني خوالي بالبصرة اللي هم أبيتي قطير إيه وعشت أنا عشت فترة 8 سنوات تقريبا بالبصرة وأحب البصرة يعني والله البصر كله بس ما يشوفون اللون البشره الجميله زين تحس اكو توافق ما بين البصره اللي هي بجنوب العراق وعلى الخليج العربي وما بين دول الخليج العربي البقيه مثلا الامارات الكويت البحرين قطر السعوديه بس احنا الجو اللي مثلا غنينا غريب انا اخذنا ايقاع خليجي روحيه ماكو لكن الخليج هسه ابسط شيء الكويت اكثر سمعهم للاغاني البصريه يعني حتى اكو فنانين من كثر ما يحبون الخشابه يعزفون خشابه زين تغنيت بالكويت رحت للكويت لا غني بالكويت ما غنيت ما رحت للكويت لا ما رحت لاي بلد رحت غير الامارات رحت لعمان سلطنه عمان تحيه اكيد لسلطنه عمان تحيه سلطنه عمان شفتك انا هناك انا افتر وين ما كان اروح وياك حبيبي اجلس خالص حبيبي دور قلبك يعني هناك شفتك بحفلات وشفت الناس يرددون اغانيك وحافظيها وهذا شيء كلش فرحني لانه يعني يدل على ان الاغنيه العراقيه بدات توصل الاماكن ما كنا حاسبينها صح باعتقادك الفنان من يصيرون عنده اولاد ويصيرون شعراء او يصيرون فنانين حاله صحيه هاي يعني على سبيل المثال عذرا المقاطعه يعني كان المرحوم طالب السوداني صار عنده ابنه جنوب شاعر او صارت بنته مريم طالب مريم طالب مطربه وفنانه وهي حاليا تشارك بعراق ايدول باعتقادك هاي حاله صحيه والله خاله بعد انت سيد العارفين هاي انا اعتبرها حاله وراثه اي زين يعني انسان جد الله يرحمه الله يرحمه صوته جميل بالعائله يمكن عندنا فد اذا مو 10 15 يعني بين عمام رجال نساء زين اصوات هي وراثيه اي ما بيها وراثيه اي زين انت من قمت تسمع الاغاني من اللي تاثرت بيه من الفنانين قبل ما تصير مطرب يعني انت اكيد حتى وانت منشد اكو براسك اكيد منو اسمع شنو تسمع منو اللي مثل صراحه فهد نوري اي اكيد تحياتنا لابو تحياتنا لابو جود الغالي جود هاي جزء لنا بصراوي اي وانت خوالك من البصره لا مو هي من كنت انا منشد نزلت مات هاي الموال مال يما موال ماكو فمن وراها قمت اتابعه زين هس تأثرت بي انت يعني ماكو غير طالع اسمه فهد نوري
ماكو غير الفنان فهد نوري. لا بالعكس، يعني ابسط شيء انا احب الاغاني الخليجيه يعني من زمان. اي يعني قبل لا اكون فنان انا اسمع ابو بكر، محمد عبده، زين هواي كثير يعني من الفنانين. حسين الجسمي يعني بوقته اخذ الساحه صح، بحبك وحشتيني واغانيه اللي شلون نزلن يعني بعد 2003 هواي نزلن اغاني لحسين الجسمي. زين هسه انت لو انا خليتك وزير او رئيس وزراء العراق وقلت لك اسماء تخليها وزراء، عبد ربه او مثل ما كنا نسميه عبد رامبو، وين تخليه؟ باي وزاره؟ عبد ربه انطيه الوقف الشيعي. الوقف الشيعي مو وزاره. لا 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 انطيه وزاره. انطيه كهرباء لان هو دائما يشتكي من المولد. وزير كهرباء لان يشتكي من المولد. انطيه كهرباء. دائما خبرني قال لي مولاي قلت له قال زين جوزه. زين لو قلنا مثلا حسين البصري. الله. وين تخليه باي باي وزاره؟ ثقافه. وزير الثقافه. اي. زين. انا بالي فهد نوري هو صدق، وين تخليه فهد نوري؟ الوجود يستاهل والله. نعطي الرياضة فهد الرياضة؟ اي اي هو يستاهل بصراحة. يستاهل الرياضة قدام يلعب ويوقع. تحياتي لوجود تحياتي. طيب اذا اذا سوينا وزارة اي او مو سوينا وزارة، انت تختار وزارة فكرة براسك تقول اريد اسوي وزارة حتى تقوم بالعمل الفلاني وتخلي لها وزير، شنو ببالك فكرة انه هاي الوزارة شنو يا وزارة؟ يعني هسه مثلا انا اتمنى اخلي وزاره اسمها دعم الفنانين. ليش؟ اي عندنا هو حتى تدعم الفنانين. صح صح. حتى واخلي لها وزير. انا مثلا اخلي وزير لدعم الفنانين واحد ادري به معطاء كريم ما يهتم بهالاشياء من الفنانين. يعني انا اخلي حاتم العراقي اللي هيك ترشيحي. انت ابتكر لك وزاره وخلي لها وزير. اذا اختار يعني مثلا وزاره الحب. وزاره الحب منو تخلي لها وزير؟ حتى لو مو شرط. محمد عبد الجبار. محمد عبد الجبار وزير ايه؟ الحب. ايه؟ اكيد تحيه لوزير الحب محمد عبد الجبار. تحياتي للاستاذ محمد عبد الجبار ولا يزعل هيثم يوسف عم هذا. ايه؟ ذاك بعد هو ابو الحب. ابو الحب هو ابو الحب. شباب اوراس اوراس كلهم كلهم شباب بخير وبركه. الحديث وياك حلو يا عمري واكيد مشكور على حضورك حبيبي وتشريفنا اللي اليوم اللي شرفنا بوجودك يا حبيبي. خال وعزيز انت فنان راقي لك يا عمري وصوت مميز فدو حبيبي. شكرا اكيد للاخوان الموسيقيين اللي تعبوا ويانا اليوم هواي ما قصرتوا الاساتذه. شكرا لكم وما قصرتوا. تابعونا بحلقه قادمه من برنامجنا وضيف مميز جدا. باي.